يقول: هل العمل شرط صحة أم شرط كمال في الإيمان؟ العمل ما هو شرط، العمل ركن، ركن داخل في الإيمان، لا، ما يتحقق الإيمان إلا بالعمل، فإذا ترك العمل ما صار عنده إيمان. الإيمان مكون من ثلاثة أشياء، بل من أربعة أشياء: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان، إذا نقص واحد من هذه فهو ما هو بإيمان صحيح. نعم.